تعزيزا للدور الذي تقوم به وزارة التجارة لإيصال مفردات الحصة التموينية، أقام قسم الرقابة التجارية اجتماعا مشتركا ضم قائم مقام قضاء الضلوعية ومديري الشركات العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتصنيع الحبوب والبطاقة التموينية بالمحافظة وشرطة الضلوعية مع وكلاء توزيع مفردات البطاقة التموينية، وذلك للتشاور بآلية العمل المستقبلية، مؤكدين بأنه تم تأمين مفردات الحصة من قبل الوزارة ولثلاثة أعوام قادمة ومن مناشئ عالمية ورصينة. وقد عرض الوكلاء بعضا من المشاكل التي يعانون منها وتم إيجاد الحلول المناسبة لبعضها. تمن مدير قسم الرقابة التجارية في محافظة صلاح الدين الدور الذي يقوم به وكلاء توزيع المواد الغذائية والطحين بإيصال مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين في الضلوعية. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع فيه قائم مقام الضلوعية ومدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ومدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب فرع صلاح الدين، والذين أكدوا أنه تم تأمين مفردات الحصة التموينية ولثلاثة أعوام قادمة ومن مناشئ معتمدة وعالمية. نعم، بالتأكيد ضمن نشاط دوائر وزارة التجارة في محافظة صلاح الدين وتحديدا دائرة الرقابة التجارية والمالية وتنفيذا للتوجيهات السيد محمد حنون مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية، كان لنا على بركة الله اجتماع موسع مع وكلاء المواد الغذائية والطحين في قضاء الضلوعية، ونشكر السيد قائم مقام قضاء الضلوعية والسيد مدير شرطة القضاء على ترحيبهم وعلى اهتمامهم وتهيئة الظروف لنجاح هذا الاجتماع. بالفعل تم الاجتماع مع كافة الوكلاء وتم تنبيه وتوجيه الوكلاء على التعليمات النافذة من وزارة التجارة بخصوص عمل وكلاء المواد الغذائية والطحين، كون الوكلاء هم النافذة النهائية لوزارة التجارة والاحتكاكهم المباشر بالمواطنين، أي أن الوكيل هو من يترجم عمل وزارة التجارة من حيث توزيع مفردات السلة الغذائية والطحين للمواطنين. طبعا اليوم كان عندنا اجتماع مع السادة مسؤولين وزارة التجارة ومعنيين بملف البطاقة التموينية ووكلاء الممثلين عن وكلاء المواد الغذائية في الضلوعية. طبعا خلال هذا الاجتماع تم طرح مجموعة من الفقرات، فقرات النقل، فقرات الخزن، فقرات بعض شكاوى المواطنين، أيضا تم الاستماع إلى بعض شكاوى الوكلاء، تم الاتفاق على صيغة عمل جديدة من أجل تذليل العقبات والاستعداد لموسم الشتاء القادم، وأيضا بالنسبة لي يعني الوضع السياسي في البلد يكون عندنا خطة حقيقية لمجابهة أي إشكال ممكن أن يحصل في هذا الملف. فكانت كان لقاء يعني مثمر، والحلول إن شاء الله ستنفذ في يعني أقرب فرصة ممكن إن شاء الله تعالى. اليوم كان لنا اجتماع في قضاء الضلوعية برفقة الأستاذ القائم مقام والأخوة في الأمن الوطني والسيد مدير شرطة الضلوعية وبحضور الأخوة الوكلاء وموظفين وزارة التجارة بعملية تجهيز مفردات السلة الغذائية والطحين على المواطنين. حقيقة كان هناك نقاش ما بين الأخوة الوكلاء والسادة المسؤولين في دائرة الرقابة التجارية والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة لتصنيع الحبوب حول آلية وإيصال مفردات السلة الغذائية، وأحب من خلال قناتكم أطمئن الأخوة المواطنين في عموم محافظة صلاح الدين بأن مواد السلة الغذائية متوفرة لعدة أشهر، متوفرة في عدة أشهر لمخازننا، بالإضافة إلى وجود لجان من الرقابة التجارية متابعة عمل الوكلاء. هناك شركة ناقلة تعاقدنا معها في إيصال مفردات السلة الغذائية من مخازن الشركة في تكريت إلى الوكلاء في عموم المحافظة. احنا كدائرة فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب باشرنا بتوزيع مواد الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية عموم وكلاء محافظة صلاح الدين، استنادا الى توجيهات معالي وزير التجارة الدكتور علاء جبور المحترم وبإشراف مباشر من قبل الأستاذ أثير داود سلمان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب المحترم. طبعا مواد الطحين التي توزع الى
وكلاء المحافظة تخضع إلى جميع الفحوصات المختبرية من الفحوصات البيولوجية والفحوصات الفيزيائية. نحب نبعث رسالة اطمئنان من خلالكم ومن خلال وكلاء القضاء أن مادة الطحين مستمرة، نقوم بها باستمرار في التجهيز وبدون أي مشاكل أو أي معوقات. بدورهم الوكلاء طالبوا من المواطنين الإسراع باستلام حصصهم المخصصة لهم وخلال الفترات الزمنية، خشية عليها من التلف ولعدم وجود أماكن مخصصة لخزنها بمحالهم التجارية. اليوم حضرنا الاجتماع التشاوري بين مدير فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب الغذائية والسيد مدير الرقابة التجارية، وتحدثوا عن التوجيهات الفنية والخزن وآلية تسليم وتسليم المواد وتوجيهات وزارة التجارة. ندعو المواطنين لاستلام المواد الغذائية بشكل مستمر، لأن أكو تلكو بين المواطن والوكيل ما يجون يستلمون الغذائية، فنطلب منهم الالتزام باستلام المواد الغذائية بالسرعة الممكنة وكثرة توفرها. المواد المستلمة جيدة جدا من مناشي عالمية ومفحوصة مختبريا وشهادات مختبرية بها وجاهزة للإصلاح للاستهلاك البشري. لقاءات دورية هدفها الارتقاء بإيصال الحصص التموينية من الوكلاء إلى المواطنين وفق المواصفات العالمية. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الضلوعية.